بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين. خليني أرحب على الهاتف بالصديق العزيز وناقدنا الصحفي الإعلامي الكبير أستاذ حسن مستكاوي. مساء الفل عليك أستاذ حسن. مساء النور يا كابتن. إزيك؟ إزاي حضرتك؟ وحشني جدا. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. بالتأكيد رؤية حسن المستكاوي بتكون مختلفة، يمكن أجيال كتيرة يعني ما عاشتش عصر نجيب المستكاوي وجماله وحلاوته وقلمه ويعني درجاته اللي كان بيعطيها للعيبة. وانا فاكر انا وانت في الاستوديوهات التحليلية من زمان كنا رجعنا مع بعض قصة الدرجات وكانت الناس كلها بتستناها. لكن خليني اسأل حسن المستكاوي، كيف ترى الفوز؟ كيف ترى التأهل؟ من اعجبك؟ من لم يعجبك؟ مشوار المنتخب في المباريات القادمة بإذن الله. بص عايز اقول لك حاجة بوضوح يعني. طبعا مبروك تأهلنا لدور الستاشر، كويس نحن تأهلنا يعني، بس هكلمك بصراحة يعني. أنا متعرف ان انا متعود على كده. احنا الماتش ده سهل جدا وسهل لأسباب كثيرة يعني، لكن خلينا نقول بوضوح انه كانت مباراة المفروض انها سهلة. احنا صعبناها. ليه كانت صعبة؟ يعني زي ماتش سهل زي ده يبقى صعب للدرجة دي؟ درجة ان في كوره في الدقيقه 80 كان ممكن تبقى هدف تعادل. مظبوط، اللي انقذها الشناوي على مرتين. اللي انقذها الشناوي صدها وبعدين الكره اتشطت وجت في وشه طلعت. ده معناه يعني معقوله يعني فرقه كبيره وناس محترفه ولاعيبه كبار اولا يعني ضيعوا كل الفرص السهله دي؟ ماشي، كان في فرص صعبه كان ممكن تيجي اهداف، انما اجمالا يعني احنا كان ممكن نعمل نتيجة احسن من كده واداء احسن من كده. لان منتخب السودان اولا كله ضاير من بعد كاس العرب. ثانيا اللي مش عارف يعني الكرة السودانية بتعاني من زمان. من زمان، من سنة 76. بس والله يا استاذ حسن النهاردة عندهم روح وبيحاولوا وبيجاهدوا، كتر خيرهم يعني بصراحة يعني. طبعا طبعا. ده بس ده مش كفاية يعني. فنيا مش كفاية، مش كفاية لان حتى هم انا عارف ان هم يعني شايفين ان هم عملوا قل عليهم، لكن مش قادرين يعملوا اكتر من كده. انما منتخب مصر كان ممكن يعمل احسن من كده. ما زال برضو انا مش فاهم، احنا فرقتنا بتصنع فرص وعندها مساحات لكن في خط قود مش عارف ليه غايب. تعرف الجناحين بتوعنا غايبين، مش عارف ازاي ليه عمر مرة او اتنين او تلاتة. طب الناحية الشمال فين؟ مرموش فين؟ برضه مصمم على تريزيجيه ليه؟ يعني انا بتكلم على لعيبه كبار وموهوبين وكانوا من اعظم لعيبه المنتخب بس مش فت. ايه الاصرار؟ ايه الاصرار ده؟ بتقعد حمدي فتحي ليه؟ يعني ايوه بس هو حمدي كان حمدي كان هيلعب على حساب مين يا استاذ محمد؟ استاذ حسن. لا كان ممكن يلعب على حساب عبد الله، على حساب مع عبد الله هنبقى يعني بنلعب بثلاثه مدافعين في وسط الملعب يا لا لا مين قال ان انك انت هتلعب بثلاثه لازم تبقى مدافعين؟ يعني الميول الميول اذا كانت للنني او اذا كانت لحمدي فتحي او للسليه او المهام حاجة. الاكثر دفاعيا عبد الله النهارده لعب يمكن احسن ماتشات. مظبوط، بس عشان ماتش سهل. لكن احنا ليه مش ندوس جامد عشان نخلص الماتش ونبقى بنلعب بتركيز وتجيب الاولاني والثاني والثالث؟ ليه؟ في احساس عندي انا ان في اللعيبه مطمنه زي ما انا كنت قاعد مطمن. ازاي تطمن في ماتش مهم يعني؟ انا بقول لك كان في ممكن هدف تعادل. مرموش مش عارف مرموش ماله من ساعه ما تالق في المباراه اللي لعبها قبل كده في التصفيات بتاعت كاس العالم. ما اداش لغايه دلوقتي حتى في البطوله دي، ما اداش اللي يعني الحقيقه الاداء الترابط الجماعي المس فاصل كتير. احلى جمله اتعملت في المباراه من منتخب مصر اللي فيها مجموعه المهاجمين بتاعتنا كلها اللي كانت في الصندوق جريت على ومعاها الدفاع السوداني رجع طلع بره ادها كان شاطها في كره ثابته. دي يمكن احلى جمله اتعملت، كان فيها تكه يعني. انما احنا كان ممكن نلعب احسن من كده طبعا. طيب، ونعمل نتيجه اكبر من كده. استاذ حسن خليني اسالك في بكره، يعني قدامنا اربع فرق ما بين طبقا لترتيبهم يعني كوت ديفوار، غينيا الاستوائيه، سيراليون، الجزائر، هنلعب اول هذه المجموعه، من تتمنى؟
صعب بس يعني طبعا مش عايز الحقيقه يعني مش عايز الجزائر برضو طبعا طبعا لان ظروف الجزائر انا عارف يعني ممكن اول فريق يبقى كورته شرسه وبيعرف يعمل تكتيك ويعرف يدافع ويعرف يهاجم كورت دوفار مش في حالتها مش يعني تعادلها الاخير ما كانش يعني يديني امل ان احنا ممكن حتى لو لعبناها ممكن نعمل نتيجه كويسه يعني اعتقد ان كورت دوفار مش عايز العب مع سيراليون مش عايز تلعب مع سيراليون لا مش عايز انت بتهزر ولا بتتكلم جد والله بتكلم بجد ليه الفرق اللي هي يعني اسما بيبقى ما عندهاش حاجه تخسرها بهدوء وبتكتيك وتقدم التقدم كبير جدا عملت ماتشات كبيره يعني انا يعني انا افضل فريق كبير زيي بس ما يكونش اللي هو كوت ديفوار ما يكونش كوت ديفوار ما يكونش في حالته الطبيعيه زي كوت ديفوار لكن الجزائر لا تفضل الجزائر ولا تفضل سيراليون لا اذا كوت ديفوار او غينيا الاستوائيه ده من وجهه نظرك ممكن بس غينيا الاستوائيه برضو يعني حاجه متعبه يعني طب ما نجيب لك فرقه ما وصلتش البطوله احسن واللعيبه يا استاذ حسن انا مختار كنت كوت ديفوار طيب خليني لو سالتك من نجم المباراه من المنتخب المصري اليوم اليوم لا اليوم طبعا هم اختاروا حجازي عشان خاطر احسن لاعب يعني في ده ماتش يعني طبعا خلاص يعني ده حجازي كان تم لا ده اختيار اللجنه الفنيه اختيار أيوه اللجنه اللجنه المستكاويه كام ما احنا كنا مضغوطين طول الماتش وبندافع طول الماتش فحجازي عشان كده مان اوف ذا ماتش هم ما لقوش الله العظيم ثلاثه انا ما فاهم يعني ايوه قابل تقديري الحجازي طب لو انت يعني. لو انت بتختار تختار مين السولية ممكن ايمن اشرف ممكن تعرف انا كنت ممكن اكافئ محمد عبد المنعم على هدفه محمد عبد المنعم ممكن طبعا يعني طيب. يعني واحد من الثلاثه دول والله الولد عمر كمال بيأدي بشكل ممتاز كمان الحقيقه يعني. طبعا بس عمر كان ممكن يكمل شويه بس ما يعني وقف خلي بالك هو بيلعب المباراه دي هو عنده اجهاد وامبارح ما اتمرنش مع الفرقه للعلم يعني وعامل يعني جلسات طيب انا ليه الملعب طيب. ممكن اسالك سؤال اين رمضان صبحي لا اين كتير انا اين رمضان اين حمدي فتحي اين زيزو من بدايه المباراه زيزو ده رايي من بدايه المباراه ده من بدايه البطوله وانا بقول زيزو فين نعم وزيزو كل حاجه غريبه جدا هو زيزو كل ما بيلعب ينزل الفرقه بتتحرك يعني طب يعني حاجه كده بديهيه لماذا ما فيش زيزو يعني ليه ايه السبب يعني طيب انا عندي احساس انه ساعات بيقرا الناس بتكتبه او بتقوله فيقول طيب قولوا زي ما انتوا عايزين بقى انا هعمل اللي انا عايزه اعمل عكس بالعكس طبعا انا مره في مباراه حاول له فلان ده هايل فبيقعدوا على طول طيب انا هاخد درجات اللعيبه ومش هاخد درجات البدلاء عشان لو سالتك على البدلاء عارف درجاتك هيبقى عامله ازاي فخلينا في درجات اللعيبه الاساسيين محمد الشناوي سبعة اتفضل صدها لكن ما فيش حاجه ثانيه طيب سبعة عمر كمال سبعة ومحمد عبد المنعم عشان الجون وعشان خاطرك كام ثمانية عشان احمد حجازي احمد حجازي سبعة ايمن اشرف ستة عمرو السولية سبعة محمد النني خمسة كنترول بقى هيبدا يجيب النتائج الصعبه دلوقتي عبد الله السعيد ستة طيب الحمد لله لحد دلوقتي انت ايه ربنا ايه يعني الدنيا هاديه معاك عمر مرموش عمر مرموش اتنين ما انا عارف انت هتعمل ايه مصطفى محمد ستة محمد صلاح
ست. لو عندك نصيحه لمنتخبنا الوطني. لا لا استنى بس. اه معاك اهو سكت. استنى بس. عايز اقول حاجه بس عن على الدرجات دي. ايوه اقول. الدرجات دي كان ممكن تبقى اكتر من كده. اه. بس هي كده اللي احنا لعبنا قدامه مش يعني بعيد عن مستوى خالص. ايوه. لو لديك فاهم مفهوم انا اقصد ايه يعني. طيب لو لديك نصيحه لمنتخبنا قبل المباراه القادمه قدامنا اسبوع. نلعب كوره بتركيز واداء دفاعي واداء جماعي واداء هجومي والمسافات تبقى قريبه والخطوط تبقى قريبه ونلعب الوان تاتش. بص بقى لو انت تسالنا اسال اي تلميذ في سنه سته ابتدائي هيقول لك منتخب مصر يلعب كوره ازاي والماتش جاي يلعب. نعم والله بقول لك اسال اي تلميذ في سنه سته ابتدائي. نعم. رابعه بلاش رابعه ابتدائي عشان عندهم امتحانات. استاذ حسن استاذ حسن مستكاوي بشكرك شكرا جزيلا ودايما بستمتع بحضرتك.